نهار خال من المارة إلا المضطرين، تطرف مناخي غير مسبوق على المارين، الطقس الحار ألقى بظلاله على يوميات المصريين. ليس الضيف وحده من يجعل القاهرة وكأنها مدينة تقع على خط الاستواء. الضيف الثقيل هذه المرة هو ما سمي بالقبة الحرارية، القيظ الاستثنائي الذي تعيشه مصر سيستمر لمدة 7 أيام، هكذا إذن أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حيث يتوقع أن يكون فصل الصيف هو الأشد حرارة بين فصول الصيف الأخيرة. مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، ده بيزود الإحساس بدرجات الحرارة، فلو بنقول إن درجة الحرارة الواقعية بتسجل ما بين 37 و38 درجة على القاهرة، لكن درجة الحرارة المحسوسة الإحساس بها بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بيوصل أحيانا إلى 40 أو 41 درجة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة. مصائب قوم عند قوم فوائد. ففي الوقت الذي أزعجت فيه درجات الحرارة غالبية المصريين بمن فيهم محب الفصل الحار، استقبل آخرون بكثير من الود والترحاب، لأنه سيكون وقتا مناسبا لرواج منتجاتهم. هذه الحرارة الشديدة تعد موسما ذهبيا لأصحاب محال العصائر، فبالرغم من أن المبيعات ترتكز من غروب الشمس حتى منتصف الليل، إلا أنه يحرص على فتح متجره يوميا من الصباح الباكر لعمل مشروبات تخفف وطأة الحر. في إقبال زيادة، يعني الناس جاية حران عايزة أي حاجة ترويها. الناس في الصيف بتحب العصير، المانجا، الفراولة، الحاجات دي كلها بتبقى منعشة جدا، يعني الواحد بياخد بقى كأنه خد نفسه. 2 و3. بدورها تغزو عربات حبات السعادة شوارع القاهرة، ففاكهة الصيف الشعبية التين الشوكي التي لا تقاوم يلجأ إليها المصريون كنوع من الترطيب. تحب تسقعه وتاكله كده مع الجو، بيبقى الجو حر وكده، فالناس بتحب تحطه في الثلاجة وبتعمله عصير، في ناس بتعمله عصير وناس بتاكله كده أكل. وكانت درجات الحرارة في مصر قد تجاوزت 40، ووصلت في بعض الأماكن لما يقارب 50 درجة، مما شكل خطراً على بعض المواطنين. محمد نشأت الغد، القاهرة.